نترككم الآن مع استعراض المهور المشاركة هذه البطولة ولنا عودة مع مرحلة التقييم وإعلان النتائج.
إذن انتهى التقييم، سلم النتائج، سلمت النتائج الآن. This program is offered by هيا وياكم النتيجة لبطولة سلمها. الأسماء قوية صراحة، كل الجمهور كانت لها نتيجة طيبة في الأشواط. زين، الآن مع إعلان النتائج للأبطال في بطولة الأمهار. ذكرنا أن المنافسة كانت قوية، وأيضا الحكام جزاهم الله خير، يعني كانت في منافسة قوية، ولكن الجميع فائز. بداية مع البطل البرونزي، والبرونزية كانت من نصيب كي اي نيشان لخالد غانم مبارك العمري. إذن البرونزية من نصيب كي اي نيشان لخالد غانم مبارك العمري. نبارك السيد خالد حصول كي نيشان على البرونزية. والآن مع البطل الفضي والفضية، لمنوه فضية الفضية في بطولة الأمهار، من نصيب اي جي عجبان للشيخ عبد الله بن ماجد القسمي. اذا نبارك للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي حصول اي جي عجبان على الفضيه والبطل الفضي لهذا الشوط وهذه البطوله. الذهب لمن؟ الذهب للذهب اكيد، وللبطل الذي استحق الحصول على الذهبيه، المتنومس اليوم والناموس لي ايجي السبران مربط عجمان. الناموس إذن لمربط عجمان، حصول ايجي السبران على الذهبية، ألف ألف مبروك حصول ايجي السبران على الذهبية في بطولة الأمهار. وندعو السيد محمد الحربي مدير جمعية الإمارات الخيول العربية، والأستاذة حمد الخاجة أيضا مشرفة البطولة لتتويج الأبطال في بطولة الأمهار. البطل الذهبي إيجي السبران مربط عجمان، البطل الفضي إيجي عجبان للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، والبطل البرونزي كي نيشان لخالد غانم مبارك العميري.